لمتابعة أكثر ينضم إلينا هاتفيا دكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بحضرتك يا دكتور، مشرفنا عبر شاشة إكسترا نيوز. دكتور محمد. نعم. لو كنت تسمعني، يعني أبرز رسائل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في لقائه مع الإعلاميين بعد الاحتفال بعيد الشرطة 72. نعم، يعني كان هناك رسائل كثيرة يعني تتعلق بملفات مختلفة، كان هناك رسائل واضحة فيما يتعلق بالضغوط الاقتصادية الداخلية وتفهم السيد الرئيس لهذه الضغوط، لكنه قدم تفسيرا كاملا لهذه الضغوط. لكن الرسائل الأهم كانت تتعلق يعني بالواقع الإقليمي وبملف غزة بشكل خاص. يعني السيد الرئيس أشار أكثر من مرة إلى يعني كيف عملت الدولة المصرية في بيئة شديدة الخطورة من الناحية الإقليمية منذ عام 2014، ثم أصبحت هذه البيئة أكثر تعقيدا يعني منذ عام 2014 عندما دخلت المنطقة في موجة من يعني الدول التأزم، حالة الدول المحيطة، ثم ازداد الوضع تعقيدا بعد يعني ملف يعني أو العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعيات هذا العدوان. يعني السيد الرئيس أشار أكثر من مرة إلى ثقته الكبيرة في المجتمع المصري وفي المواطن المصري لتفاهمه لكل هذه الأمور، تفهمه للأوضاع الداخلية وتأثر الاقتصاد المصري بالأوضاع الاقتصادية الدولية منذ جائحة كورونا حتى الآن، ومرورا بالتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وكان أيضا هذه الرسائل تعلقت أيضا بتقديره للمجتمع المصري وللمواطن المصري لتفهمه وتحمله كل هذه التكاليف. جزء كبير من هذه التكاليف يعني منشأها بالأساس الخارج، سواء الإقليم المعقد أو المأزوم أو الواقع الاقتصادي العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، أو بسبب الحرب على أو الصراع على قمة النظام الدولي. الاقتصاد المصري هو واحد من الاقتصادات المهمة التي زادت حالة الاعتماد المتبادل بينه وبين الاقتصاد العالمي، وبالتالي من الطبيعي أن يتأثر بكل هذه التحولات، سواء كانت تحولات جيو اقتصادية وجيو سياسية أو جيو استراتيجية أيضا تتعلق في الصراع الكبير الجاري على قمة النظام العالمي، خاصة أن مصر بتحيط بها محاور استراتيجية مختلفة أغلبها ملتهب وبه صراعات وحروب. هنا دكتور محمد، أبرز الجهود المصرية تجاه فلسطين المحتلة والقضية الفلسطينية منذ بداية، يعني منذ البداية من سنوات، وليست في هذا العدوان أو هذه أعمال الإبادة الجماعية الأخيرة من قبل المحتل الإسرائيلي. يعني طبعا الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين لا يعود إلى الأزمة الحالية فقط، لكن هو يعود إلى بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. كان هناك دورا مصريا مساندا للقضية الفلسطينية، يعني عندما بدأت عملية التسوية مع الجانب الإسرائيلي بعد حرب 73، كان هناك جهودا مصرية كبيرة في للتهدئة ويعني لوقف العدوان الإسرائيلي في كل المرات التصعيد السابقة. العدوان الإسرائيلي الحالي ليس هو الأول، سبق ذلك أربعة حروب إسرائيلية على قطاع غزة، فضلا عن موجات التصعيد المختلفة. الدولة المصرية لعبت دورا كبيرا في الرجوع أو التدخل لدى الأطراف للعودة إلى الحالة الطبيعية أو لوقف إطلاق النار والتهدئة، ولكن الأزمة الحالية تمثل أزمة يعني خطيرة وشديدة الخطورة في الحقيقة بالمقارنة بكل الحروب السابقة وبالمقارنة بكل موجات التصعيد السابقة، لأنها أزمة مركبة لا تقتصر فقط على صراع بين القوى الفلسطينية وبين الإسرائيل، لكن دخلت فيها أطراف دولية كبيرة منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها القوى الأوروبية، وبالتالي هذه الأزمة يعني شديدة الخطورة فيما يتعلق ب ولها تبعاتها الخطيرة على دول الجوار ودول الإقليم بشكل عام، ولها تداعياتها فيما يتعلق بخطورة تصفيه القضية الفلسطينية وأيضا وجود مشاريع إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول المنطقة بما فيها على
يعني بما فيها الدولة المصرية. فبالتالي كل هذا جعل إدارة هذه الأزمة إدارة شديدة التعقيد، لكن الدولة المصرية نجحت في التعامل مع الأزمة حتى الآن بدليل وبدليل كلام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يا دكتور اليوم في تأكيدها أن معبر رفح مفتوح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة على مدار 24 ساعة رغم تعنت جانب المحتل الإسرائيلي من الجانب الآخر في دخول هذه المساعدات ونفاذها إلى أهالينا في قطاع غزة بدولة فلسطين المحتلة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فايز فرحات مدير المركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.